يصنف مجتمع الصحراء كمجتمع بدوي، ويعد من المجتمعات الممتدة في فضاء واسع بمنطقة شمال إفريقيا عموما والجنوب المغربي خصوصا. عاش في القرن 18 والتاسع عشر وكذلك النصف الأول من القرن 20 بمقومات اقتصادية اعتمدت على الرعي وقليل من فرص القوافل التجارية العابرة من ساحل شمال إفريقيا إلى إفريقيا جنوب الصحراء، ولتدبير المعاش في ظل شبه فراغ بيئي وضعف اقتصادي مترتب عنه، جاءت الصناعة التقليدية تدبيراً عفوياً يسد الخصاص ويوفر مستلزمات الحياة اليومية للبدو الرحل. هذا المجتمع الذي كان يعيش في هذا المجال شبه الفارغ الذي يتميز بضعف الجانب الاقتصادي وخصوصا الصناعي فيه، أبى هذا المجتمع إلا أن يجد معادلا موضوعيا لتلك الندرة ولذلك الخصاص على في مجموعة من المستويات وخاصة في المجال الصناعي. لذلك ظهرت فئة اهتمت وظيفيا بالجانب الصناعي وتسمى محليا بالصناع. خبرت جموع البدو الصحراويين كيف تحل وكيف ترتحل، خبرت ولا ريب كيف تلتحم معالمها وكيف تحفظ ركب الحياة في بيئة ليست بالغة الصعوبة فحسب، بل وتزيدها ندرة الموارد الطبيعية صعوبة وتعقيدا. ولأن الحاجة أم الابتكار، فقد احتاج البدوي الصحراوي في سياق عيشه إلى تذليل صعوبات الحياة اليومية داخل وخارج خيمته. فعلاً احتاج ففكر وابتكر، وكانت الصناعة الأصيلة تقليدية وشبه مرآة لفكر بدوي تعكس تفاعله مع الطبيعة وترسم نسق تكيفه معها ومدى استغلاله لها. كل هي مثالة تعد في الصحراء، العود نقطعوه ما نشروه، والحديد ما اللي ما ينشرق يورى ذاك الزمن اللي عند المخزن اللي سمعته، والعود نقطعوه نعدلوا من الرواح ونعدلوا من المسائل الكاملات، والماء ما نشروه نجوا لا واد ونجروا عقضة ونتموا بحال نطفية ونتموا نسقوا منه، البن يروحوه الخلف النياق إذا سمعته، لا علمني مولانا بشن الدول ويدينا هناتية نشوف ذيك الساعة. هذا كامل اللي تراعي فيه اللي هو عندنا ما نشوف ذيك الساعة إلا أن يجبره الوديان. وهكذا تحكي لنا الصناعة عبر أصنافها وقطعها الكثيرة. لقد جاءت الصناعة التقليدية في حلة إفراز أصيل يسوغ أوان الحاجة وكيفية تلبيتها، وتنكشف عبر ذلك صورة نمط عيش أصيل بسيط احتكم لظروف طبيعية صحراوية ولحنكة تفض عسر الخصاص لحقبة تاريخية عاشتها جماعات بدو الصحراويين. هذه الفئة التي أخذت على عاتقها أن توفر لهذا المجتمع كل المستلزمات ذات الطابع الصناعي، من أبسط الأدوات التي تحتاجها المرأة مثلا في الزينة، في الملبس، في نقش الحناء، وآليات أو أدوات حفظ الحيلي وما شابه ذلك، وصولا إلى الآليات الأكبر سواء فيما يخص الأواني، أواني المطبخ أو الأفرشة أو كذلك المسكن المتنقي الأساسي لهذا المجتمع الذي هو الخيمة، وصولا كذلك إلى آليات أخرى وأدوات أخرى من بينها المدافع. الصناعة التقليدية في الصحراء ظلت دوما تعكس الهوية الحضارية والتراثية للإنسان، كذلك تحيل على تاريخ ومرحلة لفكر معين وهي مرحلة البداوة. كذلك أن الصناعة التقليدية عبارة عن عادات وتقاليد يتوارثها الأجيال أبا عن جد،
كذلك أن الصناعة التقليدية تحيل على تنظيم العمل داخل المجتمع انطلاقا من أن الرجل والمرأة كلاهما يتكلف بصناعة تقليدية في علاقتها بالمواد المنتجة من تلك البيئة. كان الرجل يتكلف بالمواد التي تتطلب القوة وتتطلب الصلابة، خاصة الخشب والمعادن، بينما المرأة تتكلف بالأشياء التي لا علاقة بالجلد والتي تستدعي التركيز والدقة والأنامل التي تبدع فنا جميلا انطلاقا من الخطوط وانطلاقا من النسيج التي تتكفل به. في قلب مدينة العيون تربع المتحف المركزي للصناعة التقليدية الأصيلة، وبذات الأهمية تربع امتهان الصناعة التقليدية بين مهام بيسط، نقطة تحكي لنا أصواتا من التاريخ، حيث تختزل هذه القاعة عقودا من حياة بدوية حظيت بطابع خاص وفريد. إنه ليس مجرد متحف، إنه مرجع ملهم لبيسط الصانع الذي سار على درب أسلافه في امتهان صناعة المنتجات التقليدية. أنا قال لي بيسط والحمد هو المزيدف من أسرة الصناعة التقليدية. نزاول هذه مهنة الصناعة التقليدية من 2002، حاصل على جوائز محلية وجوائز وطنية. هنا تزينت جدران المتحف وجنباته وزواياه على حد سواء بقطع جادت بنفعها لحفظ وتسهيل حياة أجيال من البدو الرحل الصحراويين. هنا تحملنا المنتوجات الأصيلة عبر عقود من الزمن. الأمور كاملة اللي متعلقة بالخيمة ولا متعلقة كيف ما نسموها ذريك حالا الكوزينة، أمور الطياب، أمور الملبس، أمور المسكن، أمور يعني أمور كاملة اللي كانت تداول أنا ذاك متعلقة بطبيعة الحال بالدرجة الأولى بالصانع التقليدي اللي كان من خلال الطبيعة ومستوحات الطبيعة كان ينتج أمور كانت مهمة في ذاك الوقت اللي ذاك هو باش الإنسان الصحراوي يواكب الطبيعة يواكب مسار حياته فيها بشكل صحيح وبشكل سليم. والصانع التقليدي عند أهل الصحراء استطاع بلمساته الإبداعية وباحترافيته بمهنيته على أنه يطوع الطبيعة، لأنه الصانع التقليدي لمساته حاضرة في الثقافة الصحراوية في كل خيمة. أنا ذاك رقم على أن ذاك الزمن اللي بدع فيه الصانع التقليدي كان معروف على أنه زمن معروف بشح الإمكانيات، كانوا أهل الصحراء أهل الرحل. تشكلت الاحتياجات وجاءت أصناف الأدوات وفق ما توفر من مواد طبيعية كالخشب والحديد والجلد، وكانت النار أداة للصياغة والإخراج النهائي في حال بعض الأدوات. يقبض الصانع قادوم وقوم قايس صدره أثله والله تيشطه والله جداري لا يعدل، قلنا مشقب لا يعدل من جداري يصلح لا من صدر قال له جداري في الصحراء يقطع منها خشبة تعود ما لا تصالح إلا عاد تلقيد النار ما عاد فيها ينبت فيها شيء وعاد حظها إلا النار. يقبضها الصانع ويقطع منها خشبة وينجرها ويعدل منها وتدم الشقب تتمونك به المرأة زمن الرحل. وتزيات وظيفتهم ذاك الزمن هما كصيكان ينطرح فيها مدنتها وأمورها كاملة اللي كانت تعمل لباسها وحيليها وذاك كامل اللي تعمل كانوا ينطرحوا فيهم وينطرح عليهم قبال الشقاب ويتم قابض إكيليبر باش ما يميل على زر هوك ولا هوك. وطبيعة الحال منين يعود المرأة بشاشرتها صغار دائما يقعدوا في زرها على ذاك الشقاب وهذا هو قبال.
من ضمن المواد التي تصنع كذلك بالخشب هناك الرحلة وهي مقعد رجالي فوق الإبل أو أمشقب وهو هودج نسائي توضع فيه المرأة وتجلس فيه المرأة وهو يحيل على نظرة لاحترام إنسان الصحراء للمرأة وضعها في مكان عالي. بين أواني الشاي وأدوات الطبخ والقطع الجيدية والصوفية وغيرها من الأغطية والأفرشة التي تؤمن حياة البدو المرتحل تحت الخيمة أو خارجها، كانت حصيلة إرث تراثي مادي يحمل في ثناياه الكثير، أدوات تصف الحاجة المعهودة للترحال وتسرد قصص العيش وشظفه. الصانع التقليدي كذلك يبدع جميع آلات وفلكلور وثقافة أهل الصحراء من آلات تاي لماعين الآلات التقضية للمجمر للصرمية للراحلة للجلود للحلي ديار العليات الخرز يبدعوا فيه الصناع التقليديين، البل اللي معروفة كذلك على أنها سفينة الصحراء وهي المعين لأهل البدو الرحل أهل الصحراء، أدواتها كاملين من الراحلة للمشقب لكل الأدوات إلى الرفد إلى الكتف إلى كل شيء فيه لمسات الصانع التقليدي. كل القطع تحكي كيف كان البدو على أهبة للرحيل وللبحث عن الجديد متى استلزم الأمر. كل المستلزمات كانت جاهزة للحمل على ظهور الجمال. هكذا تكيف البدو الصحراويون مع حياة قل فيها الاستمرار واتسمت بالبساطة. كان الخشب والحديد والنحاس والجلد والذهب نادرا، مواد تستعمل في معظم هذه المنتوجات، وكان الثوب بدوره مادة قليلة التوفر تجعل الوشاح الأسود من النيل الذي تلبسه النساء فخامة تتفرد بها نساء البدو. ما أن الثوب كان قليل قبالة بشكل كبير، قليل قبالة قاع بشكل ما يوصف، كانوا يقبضوا لا ثوب يثنوه على مرتين ويقلعوا منه تقورين، قولوا نحن بالحسانية هي اللي خش منها راسها رقاش والثاني من الثوب يبقى مطلوس بحيل توريك ما فيها لبنة ولا فيها طرز ولا فيها شيء. ما دريك تبارك الله كيف شوفوا كيف نشوفوا عن الدراريع تطوروا بذي الصفة وعادوا مطروزات وعادوا بالبناهم وعادوا قاعد يعدلهم تراكة تحت ذاك وعادوا يعدلهم سراويل تحت ذاك. اختلفت الأدوار، كانت للنساء الصانعات دورهن واختصاصهن في الجلد وما تعلق به من منسوجات وحياكة للخيامة. وإحنا أهل الصحراء اللي كنا نتحركوا به مشي لا شي معادلات العليات ولا شي معادلات الصانعات ولا معادلين الصناع. الصناع شغلهم وحدهم وحنا تي شغلنا، ما خالق شي ما نعدلوه، نعدلوا القرب نعدلوا العكاك ونعدلوا الدلي ولا خالق شي ما نعدلوه. في الماضي الصانعة التقليدية تعدل الجلد تعدل الأصرامة تعدل الأصرامة تعدل التزيات وتعدل الفرو وتعدل تماك المرأة اللي ترحل فيه كيف فروها كيف مشقبها واسرته ما معد هي مشقب ولكن تسرى مشقب وتعدل تزياتها وتعدل الأصرامة وتعدل الفرو. هذه الصانعة التقليدية. بعيدا عن مشقة العمل بمواد كالخشب والنار والحديد، كان نصيب النساء من الدعة والتقدير الكثير وبمنطق بدوي محض وواضح. تخصصت النساء الصانعات بمنتوجات ترسم بهجة الألوان التي غيبتها سطوة الطبيعة القاسية. بينما كانت أنامل الصناع الذكور تحكي الكثير وهي تنتصر على الندرة والفراغ لتسد الخصاص لجموع البدو الصحراويين. نلاحظ كذلك أن هذه الفئة يعني أحدثت نوعا من التقسيم بين الجنسين، يعني بين الذكور وبين الإناث. نجد أن الأنثى الصانعة
يعني اهتمت أساسا بمجموعة من الصناعات الخفيفة التي لا مشقة فيها، أو المشقة التي توجد بها ضئيلة أو قليلة نسبيا مقارنة مع اهتمامات الرجل، فأخذت على عاتقها مثلا صنع أو يعني تزيين الملاحف مثلا، صناعة بعض الأدوات النسائية البسيطة الخاصة بالتجميل أو الخاصة بالحناء أو الخاصة بالشعر وما شابه ذلك، بينما اهتم الرجل بمجموعة من الأنشطة الأخرى التي تحتاج إلى جهد بدني كبير. الصانعة حتى هي قائمة بدور متين، قائمة بشي ينقلوا الجلد ليتعدل الفرو، يلبسوا العائلة كاملة تجمع، هي منين يجمعوا شي 20 جلد ديال الماعز والله ديال النعاج الكحل، وتدبغهم وتعدل منهم فرو يغطي العيال، ومونك يفرش ويلتبس زمن البرد، تدبغ الجلود ملي تعدل منهم الشكاوي، تعدل منهم القرب، تعدل التزيات، تعدل أصرامة، تعدل شي ما يوفى مع ملي هم الخيمة. قلت لك كلها خلق والله على شي المرأة، خلقها الله عندها هذاك الصنع اللي ذاك هو ما لازمها تمشي تقطع خشبة تنجرها، فهمتني؟ الراجل يقد يد اللي تعدل هي يقد يعدل، ولكن هي المرأة مسكينة ضعيفة. ولت عقود وحياة بدائية لجموع الصحراويين، وولت معها دون نزاع أنماط من حياة كانت الإبل أساسها وعمادها، الخيام وكل هذه الأدوات التي أصبحت اليوم معلقة على الجدران وهي تحكي لنا فصولا من التاريخ. ولت تلك العقود لكن صناعة أصيلية تقليدية تحكي أشواطا من التاريخ وبمنطق خاص لا زالت حاضرة. هنا كانت القطع العتيقة وعبق العقود المرتسم في الأرجاء عبر كل ركن وكل أداة يحكي لنا الكثير، كان يحملنا إلى حيث كانت حياة البدو الغابرة، كان لنا دليلا وواجهة حبلى بالدلالات. فليست صناعة المنتجات التقليدية حصاد خصاص بدوي فقط، بل هي كتاب يسرد حكايات البدو وسط الصحاري. وبراعة هذا الصانع أو الصانعة في الصحراء لا تظهر فقط من خلال محاولتهم إيجاد بديل لأداة معينة أو لآلة معينة أو لحلية معينة من خلال مواد بسيطة وقليلة حد الندرة بهذا المجال، لا تتجلى البراءة هنا فقط، وإنما في الأشكال الهندسية وفي الألوان المختارة التي استطاعت هذه الفئة أو هذه الطبقة يعني الوظيفية أن تحدثها. فنجد أن هناك مجموعة من الرسومات ومجموعة من الألوان أحيانا تكون أصيلة، يعني ولدت من خلال احتكاك هذا الإنسان بمجاله الطبيعي اللي هو الصحراء، وأحيانا من خلال الاحتكاك بمجموعة من الشعوب المجاورة، سواء الشعوب أو الجماعات الأمازيغية، وكذلك مجموعة من الشعوب الزنجية الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء. وكل شيء من تراث أهل الصحراء إلا وتلقى فيه لمسة من لمسات الصناع التقليديين، فبالتالي هما مكون أساسي وحاضن وحامي الهوية التقليدية والتراث الصحراوي الأصيل. لم يجازف يسلم الصانع حين اختار التخصص في صناعة أواني الشاي. يرى يسلم صاحب هذه الورشة المتواضعة، بديت هذا العمل ديال الصناعة التقليدية، بديته من سنة 2000، من 2009 تقريبا هو اللي فاش عدت المحل. اختصاصي هو أم عينتاي والحلي، ولكن أم عينتاي من الدرجة الأولى. كانت جلسة الشاي ولا زالت إلى حد ما نقطة جذب تواصلي شعبوي ترابطي يشد الأسرة والجيران والأحبة والجماعات. والناس الأولى
كانت منين تعود له تسيي تحفر حفرة عند سنين الحصيرة وتقضي فيها النار وتسيي. اليوم الحمد لله بفضل الجهودات الجبارة اللي قاموا بها والدينا الله يرحمهم طوروا الصناعة التقليدية عادت لفرنة. الفرنة كانت تعدل من النحاس، النحاس الأصيل، وكان حد منين يطرح معين من مدنة من معين النحاس الزينين هذه كان عرف عنها خيمة كبيرة وخيمة تنقصد لأن الناس مجمعة اللي على ذوك معينة تاي. هي الحرفة نفسها، لكن الزمان والمكان تغير وشتان بين الأمس واليوم، شتان بين ورشة يسلم الحائز على جوائز وطنية ودولية بالعشرات وبين ورشات أسلافه. وهنا نستخلص أبسط حظوظ صناعة التقليدية من التطوير. حافظنا عليه بطريقة مختلفة عن اللي كانوا هما يشتغلوا بها، وحافظنا عليه عنا طورناه وأصبح يساير العصر. كيف؟ خالق من الناس اللي عنده حساسية من الفاخر قبضوا الضيقة، احنا اللي بقى يتيي بالفاخر معدل له منتوج، واللي باقي يتيي بالضوء مولي معدل له منتوج ذا هو يتيي بالريشو، واللي باقي يتيي مولي بالبوطة الغاز ذي هي معدل له مولي لها منتوج. هنا تيها معينة تاي مجمر معدل من النحاس الخالص ها، وذي هي سربيت وهذا ضركت ياها تقد تطرحوا قدام الضيافين قدام الجماعة الزينات تقد تطرحوا في على في الصالات الزينات المجهزات هذا ضرك معدل من النحاس الزين. هذه سربيت السربية ديال الكيسان اللي هي ترفد 8 كيسان ومعدله من النحاس تزقن بها على الناس. وهذا ديال الكاقط كنينيكس اللي حتى هو معدل بطريقه اللي هي حضاريه ومتقونه ويقد ينطرح في المجالس. اخر ما لحقنا له اليوم تيها من التطور ديال الصناعه التقليديه هو هذا الريشو. هذا ريشو ديال يقد يعود جاي من الصين يقد يعود جاي من اي دوله، ولكن احنا قبضناه وضفناه لعاداتنا وتقاليدنا وطورناه في نفس الوقت. زدنا له هنا تياها بلاد المغرب هذا البلد تطرح ليه المغرب هذو ضركه تياها معين زينين. هذا بصمه حتى حد ما اللي عنده إشير صغير وقام يزحف ومسو ما يخاف يحرقه لأنه ما يحمى. عندنا نعدلوا العجب ماش عاد عندنا آلات أماكن خاصة بالنغرة وخاصة بالنحاس وخاصة بالخشب وخاصة الحمد لله عليك أنت غير حرك يدك بدير برش الضوء وخدم عقلك ما عطيت هذيك المرثة وهذيك تمارك أنت مشي تضرب لك ساعة. اليوم الحمد لله تقعد الان تفطر وتتغدى وتزقنن ولا تيت عندك هم وتقوم ماشي وتعدل على لا تمشي الحمد لله لا تمشي للمعارض ترفد كميه تتعرض بها في المعارض كبيره ما كنت تعدل ديك الساعه يا الله شهر نعدلوا فيها من الشقر ونعدلوا راح بها كامل بها الوعر بها الوعر الامكانيات. اليوم بفضل مولانا هذا كامل الحمد لله متوفر. العود نشروه هو هذا العود اللي الذهب وذا الشيء كامل نشروه والماء نشروه والدباب شي قال العذب ديك الساعة ما هي عندنا ولا علم المولانا شي متفقدينه بشي مشتاقينه ما هو خارج غير لبس شراي. كان الشاي بالنسبة للبدوي مادة ثمينة ونادرة أحيانا وكان السكر ينال نفس الاهتمام، فلا غربة أن تنال أواني الشاي بالغ الاهتمام إلى درجة كبيرة يستحق فيها أحياناً جبر كأس ذبح شاة أو مقايضة ساق سكر كما يدعى شعبياً ب
في جمل. كان ذيك الساعة منين ينصدع كاس من الجاج، لأنه الجاج قاع كان من النوادر لا شيء يجي عبر القوافل التجارية، كان منين ينصدع كاس ولا ينكسر كانوا يربطوه، ما يزرقوه، يربطوه باش اللي يديروه في مسران من 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 مسارين لذبيحتهم، يديروا فيها كاس ويقطعوه عليها باش يرتبط باش ما يرتزاو في الكاس، لانه الكاس هو اللي شيء مهم عندهم، وهو قاع صاق السكر كانت تنعطى فيه زايله والله شيء من ذا النوع، لانه وتبخه من الورقه تنعطى فيها راس من الغنم والله رثني، لانه شيء قبال غايه اللي معروف قيمته ودلالات الرمزيه في التراث الصحراوي، مكانته تاي عنده الصحراء اللي ما يخلو كذلك من لمسات وإبداع فني للصانع التقليدي من خلال المكسرة، والمكسرة هذه عند الآباء والأجداد عندها دلالات كبيرة اللي يصنعها هذا الصانع اللي صراحة أبدع في صنعها. علاش المكسرة؟ يكسروا بها السكر نتيجة لقداسة ومكانة السكر عند أهل الصحراء، يكسروه بالمكسرة في حين على أنه لا يكسر بالحجارة. من 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 احترام الصحراويين لتايهم وتقديسهم لهذا هي الشاي وصنع الشاي وذا النوع، يعدلوا لهم مكسرة حفول من حفول باش يدققوا بها السكر، لأنهم يشوفوا فيها ياسر من 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 الاحترام ومن التقدير ومن التقديس. كان امتلاك أواني الشاي وامتلاك مواده حظوة بين الصحراويين المرتحلين، حظوة تجلب الزوار وتكسب أهل الخيمة الود والهيبة ومحبة الآخرين المتوافدين عليها والمتعطشين لجلسة شاي تشفي غليل العزلة بطعم سكر نادر. الناس مجمعة اللي على ذوك معينة تاي، لو كيلو الشراب ما هو مهم عندها يا غير ذوك معينة تاي، وكيف طريقة الإقامة اللي قد رجاج يتيبيها وتقلاب في الكيسان والجماعة والجر والجمر، هذه الأمور كاملة كانت في ذاك في ذيك الخيمة اللي عندها ذوك المواعين الزينين اللي يتيب فيهم. لم يجازف يسلم الصانع حين اختص في صناعة أواني الشاي، فجلسة الشاي التي كانت بالأمس تحشد أهل الخيمة وجموع الجيران على بساطة أدواتها وتنشر الدفء والخبر والتود بين البدو، لا زالت حاضرة بأدوات أصبحت تنال من الطرف الكثير وإن قلت الجموع حولها. نحن كشباب واجب علينا الحفاظ وصون هذه الذاكرة اللي صراحة هذا العنصر البشري اللي ينقاله الصناع التقليديين أبدعوا فيها وحافظوا عليها، ومهما قلنا من شيء ما نقدر نوفوهم حقهم، فبالتالي زين علينا كشباب نعود نعرفوا لأن هذو الصناع التقليديين قاموا سابقا بدور كبير في الحفاظ على جزء كبير من هويتنا ومن تراثنا، لا في الأواني ولا في الأثاث اللي صراحة هو جزء كبير من الثقافة الصحراوية. الصناعة التقليدية هي العمود الفقري ديال الاقتصاد ديال البيضان، كانت المحراثة معدلة من العود معدلة للصانع التقليدي، الراحلة تجمل اللي يركب عليها الراجل معدلها للصانع التقليدي، المشغب اللي تركب عليه المرأة معدله للصانع التقليدي، المقص اللي يقطع سرة الجنين معدله للصانع التقليدي، اللي يحسن به والله الزينة اللي تزين بها المرأة من الكحلة ومن المرود ومن ذا كامل، هذا معدله للصانع التقليدي. ورغم كم التحولات الكثيرة فقد نجحت الصناعة التقليدية الأصيلة في مسايلة ركب التطوير، كما حافظت على تواجدها بوتيرة متواضعة في البيوت
وعالية في العادات والمناسبات، أما في المحافل والعروض فتبقى هذه الصناعة واجهة ثقافية لها إسهامها الوازن في حفظ تراث الأسلاف بدو الصحراويين، كما لها دورها في خلق فرص للشغل ودعم مقومات الثقافة الحسانية الصحراوية. اليوم اللي خلقت الحداثة أبدعوا الصناع التقليديين، كذلك هذه المسائل التقليدية حافظونا على هويتنا الصحراوية وتراثنا التقليدي، جزاهم الله عنا خير جزاء، وخلاوه واكبوا الحداثة وتفنوا فيها وبدعوا كذلك. ما تدخل على أي بيت صحراوي ما جبرت فيه الآلات تقليدية كاملة. أضريك ياسر من الشغل ما تلينا نعدلوه، عدنا نعدلوا الشغل، نزلنا نعدلوا الصرامة، نعدلوا التيزيات، ونعدلوا السيد الصغارات، ونعدلوا جمامي، نعدلوا جيوت الأمواس، ونعدلوا جيوت أمساويك، ونعدلوا جيوت المقوسة، ونعدلوا البطط، ونقشوا الصناديق العود هذا، نعدلوا الشدات الصغارات، ولا خالق نوع حمدنا مولانا ما نعدلوه. اليوم عدنا نطوروه، عدلوا من الديكورات اللي ما كنا نعدلوا، كيف هذا الرواق اللي عدلت زمني هذا ذاك سمعت وربحت به زي استمهر الصانع في 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 خناف، ولا خالق شي حمدنا الله ما نعدله. في نسق حضاري لافت تقف البيوت في مدينة العيون كمسمارة والدخلة بدل الخيام، في بيئة مدنية جديدة شاهدة على أجيال ترعرعت تحت سقوف المنازل. اليوم أصبحت الإبل زينة ومتاعا لا شرط حياة، والخيام رمزا لا سكن. اليوم أصبحت شيئا فشيئا دعائم حياة الماضي، قطعا تملأ رفوف العروض والمتاحف أو بعض البيوت القلائل، كشاهد عصر على جذور أصيلة لا تنقطع، جذور رسمت ملامح الحياة البدوية السالفة وأنجبت تراثا عريقا متفردا انتصرت فيه أنامل الصناع على ألوان المشاق، ونجحت وأبدعت في خلق صناعة أصيلة لا تفتح لنا سجل المنتجات فقط بل أبواب التاريخ، صناعة جديرة بالحفظ والصيانة والتطوير، صناعة أصيلة لا تندثر.